اجي نسولك على البيطاله. اش غنسولك على البيطاله ملي لا ماشي على البيطاله، هذا سؤال على البيطاله. ملي كتسمع البيطاله شنو علاقتك بها؟ شنو عندك مع البيطاله؟ فاش كتفكر كذلك؟ ودابا راه كلشي ولا بيطاله. كلشي ولا بيطاله، كلشي كلشي. دابا اللي تتلاقى في الدري اكثر ولاد الحومه تتلاقى معاهم تلقاهم خدامين و بزاف الناس كل دابا واحد كيفاش تلبق بحالي انا تلبق ميكي ماوس و مره تنترزق الله وصافي فهمتيني، تلعب على الدراري الصغار وتنترزق الله. كتقلب على خدمه كتمشي كتدفع السي في ديالك واخا تدفع السي في ما تلقاش الخدمه، حيت اصلا الخدمه ما كايناش فهمتيني. علاش ما كايناش؟ شنو كيبان لك الحل؟ والحل هو كل واحد يدبر على راسه صافي. المهم كما انا ملبق راسي راه كل واحد كيفاش يلبق راسو، ولكن ما تجيش تقلب تلقى اكثر ما واخا تيجي يلبق راسو ما تي فهمتيني، جالسين تيدورو بزاف ديال دابا لا تدخل بزاف ديال الشوارع تلقى الحماق هنا تيدور. والله العظيم بالله. شنو الرساله ديالك للشباب اللي تيعانيو من البطاله؟ واش نقول لك؟ ما نقدرش نقول لك شي حاجه، كل واحد يقدر يدير شي فكره لراسو صافي فهمتاني. المهم يعني حاروا البطاله لراسو. اه كما قلت حاول البطاله لراسو فهمتيني، كل واحد خاصو يقلب على راسو صافي. عليكم باش نقلب الشباب، ملي كتسمعوا كلمه بطاله شنو التعليق ديالكم؟ على شنو الطرائف اللي عندكم مع شنو القصه اللي عندكم مع البطاله؟ شديت الباك هذا العام شدينا ما خدمناش، هذيك هي البطاله. يعني ملي كتسمعوا كلمه بطاله في المجتمع تهميش والدراري ما خداميش، ما كاينش الفرص ديال الشغل اول حاجه، الدوله ما مساعداش ثاني حاجه، ثاني حاجه باك صاحبي هادي كاينه موجوده بالتجربه بزاف ديال الحوايج. البيطاله ما نقدرش نشخصها لك في حاجه اما مونكسير، البيطاله زعما كيكون واحد عنده لي ديبلوم باكالوريا قاري شحال من حاجه، ولكن ملي كيجي يقلب على خدمه ما كيلقاش خدمه، ما كاينش كفاءات، ما عرفتش واش من على حساب الدوله، ما عرفتش السبب من جاي. المهم شنو الواحد ما يبقاش عوال على الدوله فهمتي، يمشي برا عطا الله، كاين بحال مثل امريكا كتكتسب العقول، كان عندك لي ديبلوم شي حاجه كما لقيتك على برا. يعني شنو في نظركم اللي تيخلي الشباب يعانيو من البطاله؟ قلت فرص الشغل وكثرت يد العامله وقلت فرص الشغل. انت دابا خديتي الباك؟ خديت الباك اخويا. شنو ناوي دير؟ خويا دفعت بزاف ديال الحوايج ما تقبلش، قبلش عليا لافاك. جالسيه يلا الاخر كانت يقولوا غاليستيه ولا ما قبلتناش، ولات ليستيه دابا، ولات ليستيه وبالنقاط وداك الشيء. درنا لافاك هي اللي الملجا اللي بقى لينا. الملجا الوحيد. لافاك شنو كطمح مور لافاك؟ خذا الباك هذا العام هذا. خويا كذب عليك. نقراو الكمال على الله. السلام عليكم، تنسولوا على البطاله، ملي كتسمع انت كلمه البطاله شنو القصه اللي عندك معاها؟ البطاله في المغرب هذا غنيه على التعريف، وكلشي تيعرف البطاله وكلشي يمكن عاش البطاله، يعني قاري اللي ما قاريش. والمهم البطاله تخلي الانسان عاوتاني يقدر يكون عنده واحد الدفعه باش باش يخدم، تيعرف القيمه ديال البطاله شنو هي، تيستافد منها بزاف وتيقدر يعطي في الدومين اللي غادي يخدم فيه. هي بالنسبه لي انا ايجابيه البطاله، خص الانسان يدوز بالبطاله باش يحس بالانسان وباش يحس بزاف ديال الحوايج. شنو الحل في نظركم ان ما تبقاش البطاله؟ يكثروا فرص الشغل بعد هذه اول حاجه. شوف اخويا يتوجهوا ويشوفوا الشباب مالو، راه الشباب راه الشباب هو المغرب، الا ما كانش الشباب راه ما كاينش البلاد. شوفوا الشباب يتوجه يشوفوا يدوروا شويه الشباب، يشوفوا الاحياء الشعبيه كيفاش عايشين. بحال دابا ندوها في الكره، تمشي تجيبوا لاعب ما عرفتش بشحال وما شنو، تمشي شي حي شعبي تلقى دري تيطير الكره في السماء مقارنه مع لاعب احترافي. واه عنده طوموبيل ناضيه. شنو السبب ديال داك الشيء؟ الاخر عنده المعارف عندهم الفلوس، الاخر لا فهمتي، يجيو يشوفوا يعيشوا مع الشباب. كيفاش كدير انت تعيش الايام ديالك وتحارب هاد البطاله؟ خويا هذا باقي الوالد لحد الان الوالد ديالي هو كيصرف عليا وهادي فهمتي، وخا عيان مسكين ومريض واحد الخو دري وما باقي تيتعاملوا معايا. اما انا فيما تمشي توقف على شي واحد تقول لي انت ما كاينش خدمه، يعني ما كاينش فهمتيني اخويا الغزال، تقلب على خدمه ما كنلقاهاش. يعني شنو الرساله ديالك باش يخدموا الشباب بحالك؟ الرساله ديالي اخويا تنطلب من المجتمع ديالنا يديروا لنا شي حل اخويا باش البطاله يخدموا فهمتي، نخدموا نديروا حتى حنايا المستقبل ديالنا وليدات وكذا، وهادشي اللي عطا الله اخويا. فين كتسكنوا دابا انتم؟ سلا ولا رباط؟ حنا اخويا ولاد سلا وساكنين في شام سلا. ولاد سلا كنسمعوا على سلا انها مدينه الاجرام والامور هادي. لا ما كاين. واش البطاله كتشوفوا ان عندها يد في اكبر سبب ديال الاجرام هو البطاله؟
البطاله والتهميش التهميش والفقر. بغينا المنتقى راه كيخرج مثلا من 7 ولا من 9 اش غيمشي يدير؟ كتبان ليه البلي كاين اخويا تيشد الباك ديالو تيقرا وتيشد الباك ديالو تيجلس ما تيدير والو تيبقى يعاود ليه داك النهار اللي تيديروا اليوم تيعاودوا غدا تيديروا عاود نفس الروتين تيبان ليه تتبان ليه البليه تيبان ليه المخدرات تيولي تقرقب تيولي يدير هذاك هو الاجرام كيلقى فين يخدم واش غيدير داك الشيء ما غيديرش غيبقى فاش يتلاها بعدا وكان مثلا غفور الشغل بانه غيخرج غيمشي يخدم غيدوز نهار دغيا ماشي فحال واحد نهار كامل هو مريح فراس الدرب اش غيدير مسكين داك الدري هذا الشيء هو اللي كاين خويا الله يدير شي تاول هاد البلاد والله يعاون اي واحد en fait d'abord je mes prénoms c'est Désia. Et pour nous, les étrangers qui vivons au Maroc, on a la possibilité de travailler dans les call centers. Il y a plusieurs produits, il y a la vente de vin, il y a l'isolation à 1 euro et pas mal de produits. Moi, particulièrement, je travaille dans le centre d'appel, l'isolation à 1 euro. Voilà, c'est tout. Pourquoi ? Moi, je m'appelle Aïcha, sénégalaise. Moi, mon travail ici, c'est la coiffeuse. Je suis une coiffeuse et ici j'avais trop d'amis de Marocains et puis Maroc est super. J'adore Maroc franchement. Voilà, ici pour moi ma vie n'est pas difficile ici. Je suis toujours contente. On dirait que je suis chez moi. Voilà, c'est ça, j'ai tout à dire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. واخا قول لي ملي كتسمعي كلمه بطاله فاش كتفكرك شنو القصه اللي عندك مع هذه الكلمه هذه كلمه بطاله انني قريت وعندي ديبلوم ديال لا كويزين وكتمشي كدفعي دوموندات ديال انك باش تخدمي ما كاين حتى شي حاجه يعني راه بين صغر البطاله كلشي بطال فين شي بالك المشكل المشكل كاين في كيف المسؤولين المسؤولين ما دايرينش الواجب ديالهم يعني ما كيشوفوش ان الانسان ما خدامش قرا تعذب خدا ديبلوم عندهم مسؤوليه كيتبعوا مصاريف حتى شي واحد مسوق يعني من بعد ما كتسالي قراتك ما كتلقاش افاق ما كتلقى حتى شي حاجه حتى شي يد المساعده ما كتلقى ممدوده لك فهمتي الوغ في الاخر شنو يا اما انسان كيحرق يا اما كيتشومر يا اما كيولي سراق كيولي وحنا كنلومو دوك اللي كيسرقوا الوغ ما نلومهمش حيت اصلا ما كيلقاوش خدمه كاين اللي ما لقاش حتى ما ياكلوا اقسم لك بالله العلي العظيم وكنعرفهم تنسولو على البطاله ملي كتسمع البطاله شنو القصه اللي عندك معها كيفاش كتجيك هذه الكلمه شنو التعليق ديالك عليها الفقر هي الفقر بنادم ما عندوش فلوس وصافي شنو انت تنشوفوك مازال كتقرا انا كنقرا ولكن هاد البلاد ما عطياناش الصاف علاش كتقول شي انت مازال كتقرا وانت كتشوف بنادم قاري حياته كامله وهو ما دار والو يعني انت هذه الفكره اللي واخد انا هذه الفكره اللي خايبه شمن النيفو عندك دابا لابس مزيان مني غتاخذ الباك العام الجاي ان شاء الله شنو غدير مورا والو ما عندكش فكره لا ما عنديش شنو الرساله ديالك اللي توجه للمسؤولين ما تاخذ الباك مسؤولين يديروا لنا شي افاق دار ما عندنا والو في المغرب شكرا نمشي لبرا ضروري شكرا جزيلا لا ما تحرقش لا ضروري نحرق شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا هاني ماشي مشكل إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.